مفاهيم خاصة بالسكيورتي. بنكلمك عن الإيثيكال هاكينج وأنواع الهاكرز أصلا، وممكن إن أنا الناس دي بتشتغل في إيه، ومين اللي أهداف تبقى مالية ومين اللي مالوش أهداف مالية، ومين اللي هو قد هدفه إن هو يدمر أصلا دول تانية، ومين اللي هدفه إن هو يعمل مشاكل في البلد. فكل الكلام ده كله إيه يقع تحت الإيه السايبر سيكيورتي. فأول بوينت بيتكلم عنها هنا حاجة اسمها الـ current state of the cyber security. في شوية تفاصيل كده أو شوية حاجات عامة. يعني إيه كلمة assets؟ كلمة assets ديت المقصود بيها في أي شركة هي عبارة عن أي حاجة موجودة في الشركة مادية. يعني مثلا ممكن تكون ناس اللي هم الموظفين نفسهم، ممكن تكون أي equipment موجودة عندي اللي هي الأجهزة بقى بالبرنترز بالسيرفرز بكل حاجة resources، أي حاجة ملموسة موجودة في الشركة دي بالنسبة لي اسمها إيه assets. طب ليه بيكلمك عن الاسيتس؟ لان دي هي ايه ده الهدف اصلا اللي الاتاكر او الناس عاوزه تعمله ايه، تدمره او توصل الى المعلومات الموجوده جواه. ف دي الحاجات الاساسيه اللي هي ممكن تضر الشركه يعني. طيب في كلمه اسمها vulnerability. يعني ايه كلمه vulnerability؟ معناها نقطه الضعف، نقطه ضعف عند سيستم معين او عند جهاز معين او عند ايه ريسورس معين موجود في الايه موجود في الشركه. فيقدر الاتاكر من خلال الفولنربيلتي ده ان هو يدخل على السيستم ويقدر يعمل اكسبلويتنج اللي هو بقى ايه يدمر ايه الجهاز ده، او ان هو ياخد ايه معلومات مهمه من الاجهزه دي. كلمه ثريت معناها ايه؟ تهديد، عباره عن تهديد او بوتنشال دينجر تو ا كمباني اسيتس. يعني تهديد بايه؟ ممكن ان هو يهدد الاسيتس بتاعت مين؟ بتاعت الشركه. ماشي؟ كلمه اكسبلويت معناها ايه؟ اكسبلويت ده معناها لو انت جيت تترجمها كده معناها استغلال. يعني انا بستغل الادفانتج اوف فولنربيلتي. يعني انا عندي فولنربيلتي معينه، فالمفروض ان في ناس بتستغل بقى الايه الفولنربيلتيز ديت عشان تدخل على الاجهزه. ماشي؟ وممكن طريقه عكسيه، انا ممكن استغل الفولنربيلتي ديت عشان احل اصلا المشكله بتاعت الفولنربيلتي نفسها عشان ما تحصلش تاني. ده لو انت عندك الانتنت بتاعتك يعني كويسه او انتنت مش كويسه. ميتيجيشن، كلمة ميتيجيشن معناها ايه؟ معناها احد مني. احد مني يعني ايه؟ او الحد من ايه؟ ان انا بقى اعمل حاجة اسمها كاونتر ميجر. يعني اعمل تكنيكس كده ان هي تريديوس بقى المشاكل بتاعة الثريتس والريسكس اللي هي بتتم عندي. طبعا في تكنيكس كتير بقى اللي هي الحاجات الخاصة بالانكريبشن بقى والايه؟ وان انا احافظ على الباسورد بتاعي من السرقة، وان انا اعمل حاجات كتير جدا هتجيلنا كلها في ايه؟ في الشابتر ده. الريسك اللي هو المخاطره، وعباره عن ايه بقى؟ ان الثريت اللي هو لايكلي هود اوف ا ثريت تو اكسبلويت ذا فولنربيلتي. يعني لو يعني انا عندي فولنربيلتي، الريسك بقى بالنسبه لي ان في ثريت معين او في تهديد معين يستغل الفولنربيلتي ده عشان يدخل عندي على السيستم، هدفه بقى ان هو نيجاتيفلي افكتنج اورجانيزيشن، ان هو ممكن ياثر على الاورجانيزيشن بشكل سلبي، ممكن هو يسرق معلومات، ممكن هو يؤدي الى اي كوارث ممكن تحصل في الشركة. ماشي؟ طيب الفيكتورز اوف نتورك اتاكس. يعني بيقول لي مثلا انت عندك في الشركة، انت عندك مجموعة الأجهزة دي وعندك كومبرومايزد هوست، يعني حد كده موظف مثلا عندك ولا حاجة، وفي حد خارجي من الإنترنت هيحاول ان هو يدخل يكسر الجدار او يكسر الفايروول بتاعتك عشان يدخل على الايه الأجهزة الموجودة عندك. فالاتاك انا اتاك فيكتور از باص. يعني عباره عن ايه اصلا الاتاك ده؟ عباره عن ايه؟ بيقول لك هو عباره عن باص بيجي من بره بقى، ايا كان المكان بتاعه فين، بيحاول ان هو يكسر الجدار المانع ان هو اللي هو اصلا انت عامله عشان ما فيش اي حد يدخل لك، ودخل على السيستم بتاعك. فطبعا لما بيدخل على السيستم بتاعك ممكن ان هو بقى ايه يؤدي الى جريت دامج، ويحصل على دايركت اكسس للانفراستراكشر ديفايسز الموجوده عندك على ايه على الاجهزه. ده اللي هو الاتاك ايه الاتاك فيكتور. طيب الداتا لوس، يعني ايه كلمه داتا لوس؟ معناها ان او داتا اكس فلتريشن، معناها ان الداتا بتاعتك دي لوست او ستولن او ليكت تو اوتسايد وورلد. يعني في حد حصل على المعلومات دي اللي المفروض ما كانش حد يحصل عليها، اتسربت بطريقه ما عن طريق بقى حد شغال في الشركه، او في حد اصلا عمل اختراق للشبكه بتاعتك فحصل على البيانات دي بشكل مش مظبوط. ايه الاسباب اللي هي ممكن تؤدي الى داتا لوس؟
اول حاجه ان هو البراند دامج اند لوس اوف ريبيتيشن، يعني السمعه بتاعه البراند نفسه او البراند نفسه وقع، ما عادش حد فيه عنده ثقه فيه. ففي الحاله ديت طبعا الثقه دي بتيجي منين اصلا؟ بتيجي من الحمايه اللي انت بتقدمها للناس. فانت لو ما عندكش حمايه فطبعا سمعتك ايه؟ هتقل، وفي الحاله ديت انت خسرت ايه؟ كل زباينك، خسرت ايه؟ كل حاجه. اللوس اوف كومبيتيتيف ادفانتج، عارفين شركه نوكيا انتهت ليه؟ لانها ما دخلتش في منافسه مع الشركات التانيه. عندك شركات كتير جدا بدات انها تطور من نفسها وعملت اجهزه احدث بكتير جدا، لكن نوكيا ايه؟ يبقى الوضع كما هو عليه. فطبعا طالما انت ما دخلتش في السباق اللي هو الكومبيتيتيف ده، ففي الحاله ديت انت طبعا مش هتستفيد من السوق الموجود، واكيد هتخرج من السوق بتاعك، والسمعه بتاعتك برضو ايه؟ هتقل. اللوس اوف كاستمرز، لو انت عندك لوس اوف كاستمر فانت اكيد مش هتصرف على النتورك سكيورتي بتاعتك، هيحصل اختراق للشبكه بتاعتك بكل سهوله، لان انت ما عندكش اصلا ايه؟ ما عندكش دخل بيدخل لك عشان تصرف انك ايه؟ تحافظ على الشبكه الموجوده عندك. اللوس اوف ريفيني اللي هو الدخل اللي بيدخل لك قليل. الليتيجيشن ليجل، الدعاوى القضائيه بقى، لو في حد مثلا عمل لك مثلا يعني اتسرب له بيانات ولا حاجه، فعمل لك محضر، عمل لك دعوه قضائيه، فانت في الحاله ديت في الحاله دي ممكن انت ده يحصل لك مشاكل اكتر من مشاكل اصلا فقد الداتا، فانت ممكن تقفل الشركه اصلا. significance cost and effort to notify affected parts and recover from the breach، على ما ترجع بقى ايه تعمل ريكفري كده، ف اكيد طبعا هتصرف فلوس كتير، اكيد هتخسر كتير، فالموضوع كله ايه؟ بخساره يعني. طيب الداتا لوس ممكن يحصل عن طريق الايه؟ الحاجات دي، ان هو الايميل سوشيال نتوركينج، اللي هو حد بقى بيدخل على الايميل بتاعك مثلا ويحاول ان هو يخترق الايميل عشان يوصل الى كونفيدنشال انفورميشن خاصه بيك انت. الان انكريبتد ديفايسز، لو انت مش عامل انكريبشن للديفايسز الموجوده عندك، ففي الحاله ديت ممكن برضو حد يدخل على الاجهزه ديت ويسرق كل البيانات الموجوده على الجهاز عن طريق ان هو يحط فلاشه وياخد الحاجات دي ويمشي. الكلاود ستورج ديفايسز، لو الداتا اللي موجوده على الكلاود ديت مش معمول لها سكيورتي بشكل كويس او ويك سكيورتي، ففي الحاله دي برضو يقدر السريت ان هو يدخل على كلاود ويسرق البيانات الموجوده. او ريموفابل ميديا، وان ريسك كده ذات امبلوي كود بيرفورم ان اوثورايز ترانسفير اوف داتا، ممكن واحد موظف في الشركه نفسها وحد من بره يديله فلوس يقول له انا عاوز معلومات من الشركه دي، فعن طريق فلاشه ياخد كل المعلومات يديها لمين؟ يديها للشخص الخارجي عشان مقابل ان هو بياخد فلوس من الشخص الايه؟ الخارجي. هارد كوبي كونفيدنشال داتا شود بي شريدد وين نو لونجر ريكوايرد، ان انت مثلا عندك هارد كده قديم عليه بيانات وانت شايف ان هو قديم فبترميه، بس ممكن يكون الهارد ده عليه حاجات مهمه، فانت لما رميته في واحد خده وجي يفتحه لقى فيه معلومات مهمه فتخص الشركه وتخص الكاستمرز والجامعه ده كله. طيب امبروبر اكسس كنترول بقى، اللي هو الباسوردز او ويك باسوردز الموجوده على الاجهزه، فيقدر حد طبعا يعمل اختراق على الباسوردز ديت ويقدر ان انا ايه اوصل الى الحاجات الموجوده، عشان انا اصلا وصلت للباسورد بتاعك فقدرت ان انا ادخل على السيستم بتاعك، فقدرت ان انا احصل على كل المعلومات الموجوده عندك. الاكتورز بتاع الثريت هم ثلاث انواع، الوايت هات والجري هات والبلاك هات. الوايت هاك هاكرز دولت الناس اللي هم يعني هاكرز بس طيبين. يعني ايه طيبين؟ يعني مش هدفهم ان هم يوقعوا سيستم او هدفهم ان هم يبتزوك في فلوس او حاجه زي كده، يعني بيوصلوا الى الفولنربيلتيز الموجوده على الاجهزه ويعرفوها للشركه ماشي، وممكن يكونوا هم اصلا شغالين في الشركه اساسا، يعني هم الناس وايت اتاكرز بس شغالين في الشركه نفسها فبياخدوا مرتب. ليه؟ عشان يكتشفوا الثغرات الموجودة. ماشي؟ فبيكتشفوا الثغرات الموجودة مقابل ده ان هم بياخدوا مرتب او بياخدوا ايه؟ مقابل الكلام ده. طيب فالهدف بتاعهم ان هو ethical and legal purposes، يعني اهدافهم واغراضهم كلها ايه؟ legal شرعية يعني. السكيورتي فولنربيلتيز ار ريبورتد، بيعملوا لها بقى ريبورتنج لكل الفولنربيلتيز او كل نقاط الضعف اللي اكتشفوها فور ذيم تو فيكس، عشان يبداوا ان هما ايه يعالجوها قبل ما الفولنربيلتيز دي يحصل لها اكسبلويتيشن من اي حد في الخارج. البلاك هات، قبل ما اتكلم عن الجري هات، البلاك هات هدفه ان هو ايه؟ ان هو يبتزك، ان هو يوصل الى انفورميشن خاصه بيك انت مهمه جدا ويطلب منك فلوس بقى، يقول لك انا عاوز ايه؟ عاوز فلوس، او هدفه ميليشس ريزونز ان هو يوقع السيستم بتاعك مثلا او يوقعك في السوق ايا كان بقى ماشي.
وده طبعا شكل من اشكال الاتاكينج للنتورك، يعني اللي هو المهاجمه للنتوركس اللي موجوده على النتورك بتاعي. فالجري هات اتاك ممكن يشتغل كده وممكن يشتغل كده. الجري هات ده اللي هو يعني على حسب الهواء، ماشي، اللي هو بيكون ايه بقى، يعني هو مش هدفه طبعا ان هو يبرسون جين او يحصل على بيانات او حاجه زي كده يعني، لا هو هدفه ان هو يديسكلوز vulnerability to the affected organization after having compromised their network. يعني اصلا في vulnerabilities حصلت وفي مشاكل حصلت وفي ناس اصلا عملوا كومبرومايز للفنربيلز الموجوده عنده، فهو ليه ما يدخلش؟ عاوز يدخل يكتشف يعني يشوف ايه اللي بيحصل يعني. لكن هو مش هدفه خالص ان هو ايه؟ ان هو يجين يكسب مال او يعمل اي حاجه يعني، لا هو بيحاول ان هو ايه؟ اكسبلويتيشن كده يعني، بيحاول ان هو يكتشف بس الحاجه اللي موجوده ديت ويتعلم برضه من التكنيكس اللي ممكن يستخدمها عشان يشوف هل فعلا هو دخل على الجهاز ولا لا. بس هو في الحاله دي ممكن انا اشغله عندي طالما جري هات، ممكن يشتغل كده وممكن يشتغل كده، حاجه كده في النص يعني. اوكي طيب، التيبل ده بيديسبلاي مودرن هاكينج تيرمز اند ا بريف ديسكريبشن اوف اتش، يعني دي الهاكينج تيرمز بقى اللي هي المشهوره قوي زي السكريبت كيدس، فولنربيليتي بروكر، الهاك تي فيزيتس، السايبر كريمنالز، الستيت سبونسر. طيب كل واحد من ده اللي هو السكريبت كيدس ده بيعمل ايه؟ دول عباره عن مجموعه تينيجرز كده عندهم اكسبيرينس مش قويه قوي يعني، ماشي، بيستخدموا تولز بيعملوا اكسبلويتيشن كده بطريقه عشوائيه عشان يضروا اي سيستم. وطبعا هم مش هدفهم خالص ان هم يكسبوا مال ولا حاجه، لا هم عمالين يجربوا كده ويشوفوا انا هفرح او انا هبقى مبسوط جدا ان انا لو عملت ايه اكسبلويتيشن للفولنربيلتي، او انا مثلا اكتشفت ان في مشكله عند الايه سيستم، او انا وقعت السيستم ده. لكن هم مش هدفهم خالص الايه ان هم يكسبوا مال يعني. الفولنربيلتي بروكر دول الناس بقى ان هم من الناس بتستخدمهم ليه؟ عشان يكتشفوا الفولنربيلتيز وياخدوا قصادها ايه؟ برايسز، يعني ياخدوا قصادها ايه؟ فلوس وريوردز، ياخدوا قصادها مكافآت عشان طبعا يقوي السيستم بتاعه. النوع اللي بعد كده اللي هو الهاكتي فيزيتس، ده عباره عن هاكرز بيبقوا ناس موجودين كده في الدوله اللي احنا فيها، بس هم مش عاجبهم الحكومه ومش عاجبهم الاورجنايزيشنز اللي موجوده، فبيبداوا بقى ايه يستغلوا الحاجات اللي موجوده ديت وايه ويعملوا مشاكل، زي مثلا المشكله اللي حصلت قريب بتاعه الرئيس لما حد استغل الشاشه وحط صوره ايه صوره للرئيس. فدي طبعا حاجه من ضمن الحاجات اللي هي احتجاج، يعني حد بيحتج على الحكومه وبيحتج على اللي ماسك الدوله وبيحتج على الرؤساء بتوع الايه الدول. بس طبعا دول بيكونوا خاصين بمين؟ بالدوله اللي هم فيها نفسها، ماشي، لان في نوع تاني بيبقى بقى ايه يعني بيدوروا على دول تانية، زي مثلا واحد قاعد في امريكا او في امريكا نفسها بتحاول تضرب ايران، فبيحاولوا ان هم يعملوا ايه يدخلوا على المواقع بتاعتهم ويكتشفوا الثغرات اللي عندهم، وبعد كده يدخلوا على البيانات ويهربوا البيانات اللي عندهم وهكذا بقى. طيب ده اللي هو النوع اللي اسمه الستيت سبونسرد. الستيت سبونسرد ده اللي هم النوع الايه الهجمات اللي هي بتبقى خارج النطاق الايه الدولي اللي انت فيه. طيب سايبر كريمنالز دول الناس بقى اللي هم سيلف امبلويد، ناس بيبقوا شغالين كده في شركات طبعا والاورجنايزيشنز كلهم عاوزاها عشان يشوفوا ايه المشاكل الموجوده ويبداوا يقووا السيستم. والستيت سبونسرز اللي احنا قلنا عليهم اللي هم مين؟ اللي هم التارجت بتاعهم يكون فورين جفرمنتس، يعني دول اخرى بقى، والتيرورست جروبس بقى اللي هم يقول لك في مجموعه ناس مش عارف موجود في المغرب، المجموعة ديت عمالة ايه تدخل على كل المواقع بتاعة الجيش اللي موجودين في العالم كله وتسرب معلومات، فهدفهم كله ايه؟ دول خارجية، ماشي؟ والكوربريشنز والحاجات دي. طيب طبعا السايبر كريمنالز زي اولسو باي اند سيل، يعني ممكن الناس دي تشتغل ان هي توصل الى معلومات معينة ويبيعوها ويشتروا، يعني شراء وبيع، يعني في تجارة في الموضوع ده اصلا. وفي حاجة عندي اسمها الزيرو دي اتاك، تعرف يعني ايه زيرو دي اتاك؟ يعني اكتشفنا فانربيلتي معينة لسه ما اتحلتش المشكلة بتاعته، فيقدر الناس تبدأ تستغل ايه الفرصة دي وتدخل على السيستم وتقدر ان هي ايه تكسب منه وتقدر ان هي تطلع بيانات مهمة وحاجات من دي. طيب الاكتيف فيزيتس احنا اتكلمنا طبعا عن الكلام ده كله. الاكتيف فيزيتس ديت اللي هو انونيمس اند سيريان الكترونيك ارمي، اللي هو الجيش بتاع سوريا كده، عباره عن جروبس كده مثلا، ده بيقول لك مثال على الموضوع بتاع الاكتيف فيزيتس، يعني اللي هو سيريان الكترونيك ارمي ده
عملوا مشكله مثلا للجفرنس بتاعتهم والبيزنس الموجود عندهم، ماشي، عشان هم طبعا ايه مش عاجبهم النظام، مش عاجبهم الايه الكلام ده. طيب والستيت سبونسرد هاكرز دولت الناس بقى اللي هم يعني الدوله معيناهم عشان يعملوا مشاكل دول تانية، زي امريكا دلوقتي مش شغاله ناس زي دول، زي ايه اللي حصل قبل كده، حصل مثلا في ايران، عملوا كده يعني دامج كده للايه حاجه اسمها الايران نيوكلير انريتشمنت، كانوا بيعملوا تخصيب لليورانيوم عشان يعملوا نووي وحاجات من دي، فطبعا عاوزين يعرفوا الناس دي بتعمل ايه وبتعملها ازاي والمعلومات دي كلها. فطبعا الكلام ده تم عن طريق حاجه اسمها الستيت سبونسرد ايه هاكرز. طيب الثريت اكتور تولز، ايه هي التولز اللي احنا بنستخدمها بقى او الهاكرز بيستخدمها عشان يوصل الى المعلومات دي؟ ممكن يستخدم حاجه اسمها الباسورد كراكرز، حاجات كتير بقى، ممكن منها ما حاجه مشهوره قوي زي الجوهان دريبر. انا في عندي فيديو على اليوتيوب كده شارح فيها الجوهان دريبر ده، ده بنستخدمه عشان نفك بيه باسوردز انا ما اعرفهاش، ماشي، يعني ملف مثلا مضغوط ومعمول بباسورد معين، ممكن استخدم تول زي دي كده ممكن تفك الباسورد ده ويرجع لك الايه الباسورد بتاعه. في تولز كتير بقى في الموضوع ده، الوايرلس هاكينج تولز، زي ايه، زي واحد بيهاك على الوايرلس نتورك، عاوز يعرف الباسورد بتاع الواي فاي ومش عارف، فبيستخدم تولز ان هي توصله لايه حاجه زي كده. النتورك سكاننج اند هاي اند هاكينج تولز، يعني ناس بتعمل سكان كده للنتورك عشان تشوف مين اللي بيبعت وبيبعت لمين والاي بي بتاعه كام وبيبعت باكتس ايه والسايز بتاع الباكتس ايه وايه البروتوكولز اللي هو بيستخدمها. فكل ده اقدر استخدمه عن طريق مين، حاجه اسمها الان ماب، ماشي، وباكت كرافتنج تولز، حاجات خاصه بايه بالفاير وول بقى، ان انا بشوف الفاير وول بتاع الشخص ده كده فعلا شغال كويس ولا مش شغال كويس، ماشي، يوزنج سبيشالي كرافتد فورجد باكتس، ماشي، بيعملوا بي يعني بي بيتستوا بيها، بيبعتوا له باكتس كده بشكل عشوائي عشان يشوفوا فعلا الفاير وول ده هيعمل لها هجم، يعني هيهاجمها ولا هتعدي تروح للسيستم ولا لا. فدي حاجه اسمها الباكت كرافتنج تولز. في نوع تاني اسمه الباكت سنيفرز، حاجه زي الواير شارك اعتقد انت خدتوه، فالواير شارك طبعا بيعرفك برضه ايه، بيعمل لك مونيتورنج على كل الشبكات الموجوده عندك، بيعرفك مين اللي بيتعامل مع مين والايبيات برضه، كل الايه كل الكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ايه تولز النيم يعني ايه سكيور؟ لا ما بيعملش مشاكل، دي حاجات كلها معروفه، حاجات كلها، يعني انا استخدم واير شارك يعمل عندي مشكله مش هيعمل لي حاجه، اني ماب لا ما عادي ما فيهاش اي مشكله، بس هي ممكن تكون يعني ممكن يكون واحد ناشر ملف على النت جوهان زريب وتيجي تشغل بتاعه ممكن يعمل لك مشكله، دي مش مشكله الابلكيشن نفسه، لو واخده مكان موثوق فيه مش هيبقى فيه حاجه يعني، ماشي، لكن الحته اللي انت بتتكلم فيها ديت ممكن اي حد يعملها عادي. طيب الايفوليوشن بقى او التطور بتاع السكيورتي تولز، في بقى طبعا سكيورتي تولز طبعا كبيره جدا اكتر من كده بكتير، اللي هي حاجه اسمها رود كيت ديتكتورز، ودي بتستخدم عشان اشوف الفايل انتجريتي تشيكر، عشان اشوف الفايل اللي انا بعته ده عند السندر والريسيفر هو نفسه ولا حصل تغيير عن طريق بقى الهاش فانكشن. في حاجه اسمها الفازرز تو سيرش فولنربيليتيز، دي بتديسكفر كمبيوترز سكيورتي فولنربيليتيز، دي برضو تول جديده بتشوف ايه هي الفولنربيليتيز الموجوده عندي في الكمبيوترز او في السيستمز بتاعت الكمبيوتر. في حاجه اسمها الفورنسيك تولز بنستخدمها عشان نتريس ايفيدنس، عشان نشوف دليل كده على مشكله حصلت او جريمه حصلت. في حاجه اسمها ديباجرز، دي بتعمل حاجه اسمها ريفرس انجينيرنج كده، يعني بتعمل هندسه عكسيه عشان نشوف الاكسبلويت ده تم ازاي، نشوف الشخص ده دخل عندي ازاي، فانا بحاول اعمل طريقه عكسيه عشان اشوف ايه اللي كان مشكله عندي اصلا هو استغله عشان يقدر يوصل عندي. طيب في حاجه بعد كده اسمها الهاكينج اوبريتنج سيستمز، اللي هو في ناس بقى بتستغل الايه بتستخدم تولز زي الكالي لينكس مثلا، دي مش تولز بقى، ده اوبريتنج سيستم اصلا في ناس بتشتغل عليه عشان تعمل سنيفنج وتعمل اتاكينج للويب سايتس وبتعمل اتاكينج كمان للنتورك ديفايسز موجوده عندك على ايه على الشبكه، ماشي، اعتقد الناس عارفه يعني ايه كالي لينكس صح؟ توزيع كده من لينكس بتستخدم الحاجات دي. انكريبشن تولز، في ناس بتستخدم طبعا الانكريبشن تولز عشان تعمل تشفير لكل الحاجات اللي موجوده عندها عشان ما يحصلش ان اوثورايزد اكسس، زي حاجات كتير بقى، ده سايبر شيد، اوبن اس اس اتش، التور، الاوبن اي في بي ان، الفولنربيليتي اكسبلويتيشن تولز. في حاجات بس بتستغل او بتعرف بس الفولنربيليتيز، زي ايه،
ان انا ادخل على ايدنتيفاي ويذر الريموت هوست از فانربل تو السكيورتي اتاك، انا اعرف بس الشخص اللي موجود عندي في الناحيه الثانيه ده هل فعلا انا اقدر استغله؟ هل فعلا اقدر ادخل على السيستم بتاعه ولا لا؟ عن طريق بقى تولز مختلفه زي التولز دي، الميتاز مش عارف بلويت والاس كيو ال ماب ومش عارف السوشيال انجينير، كل دي كلها تولز ممكن استخدمها. وفي حاجه اسمها الفولنربيليتي سكانرز، ديت انا بتشيك على الاوبن بورتس، ممكن هل فعلا استغل بورت معينه مفتوحه وادخل من خلالها على السيستم بتاع الشخص التاني ولا لا. طيب الاتاك تايبس، الايفز دروبنج اتاكس، انواع بقى الايه الاتاكس بقى، ده نوع من انواع الاتاكس اللي هو اسمه الايفز دروبنج اتاك، ده عباره عن حاجه كده بيتجسس او فيها تجسس على الشبكه عشان نلسن اي ترافيك بيحصل من سندر الى ريسيفر. في حاجه اسمها داتا موديفيكيشن اتاك، ده اتاك بيتم تعديل الرساله المبعوثه من السندر للريسيفر. في حاجه اسمها الاي بي ادريسنج سبوفنج اتاك، يعني ايه سبوفنج اتاك؟ يعني واحد ايه عمل اي بي شبه الاي بي بتاعي بالظبط، فكده استغل ايه او انتحل الشخصيه بتاعتي انا، فانا لما اجي اتعامل مع حد لما هو يجي يتعامل مع حد كان انا اللي ايه اللي بتعامل، فالتاني ممكن يثق فيه وهو اصلا مش ايه مش هو صاحب الكلام ده. الباسورد بيزد اتاكس، ان لو السريد ده عمل قدر ان هو يكتشف الباسورد واليوزر بتاع الشخص الاوثورايزد يقدر ان هو يدخل على السيستم كانه هو الشخص الحقيقي بالظبط، فطبعا هيكون ليه كل الصلاحيات، ودي طبعا ايه حاجه مشهوره قوي. في برضه اتاك اسمه دلال اوف سيرفيس، ده بيبريفنت النورمال يوز اوف كمبيوتر اور نتورك باي فاليد يوزرز، حاجه كده شبه الوزاره، الوزاره التربيه والتعليم تيجي تدخل على اللي هو اللي هو النتيجه تلاقي ايه؟ تلاقي حصل دينايل اوف سيرفيس، تلاقي الموقع واقع، ليه؟ لان الناس كلها داخله تبعت ريكوست ريكوست ريكوست، فطبعا ما بيقدرش يهندل كل الريكوست ديت مره واحده، فيبدا ايه؟ يحصل له دروب. طيب في حاجه ثانيه اسمها مان ان ذا ميدل، يعني بيبقى شخص كده في النص ما بينك وبين السندر وبين الريسيفر، كل ما انت تبعت رساله هو بيبص عليها الاول، بعد كده هو يعمل لها ايه فورورد. طيب ممكن يبص عليها وممكن يعدلها. في نوعين اتنين من ايه؟ من مان ان ذا ميدل دي. خلاص؟ طيب في حاجه اسمها كومبرومايز كي اتاك، ده بستخدمه في ايه؟ بيوبتين حد بيوبتين السيكريت كي، وذات كي از ريفيرد تو از ا كومبرومايزد كي، ده المفروض كي اصلا خاص باوثرايزد يعني بيرسون، بس هو استغل طبعا الكي ده عشان يقدر ان هو يدخل على سيستم معين. في حاجه اسمها سنيفر اتاك، بنستخدمه عشان نمونيتور ويكابشر الداتا اكسشينج ويريد النتورك باكيتس اللي هي المبعوثه ما بين السندر والريسيفر. طبعا الاتاكس ديت فيها حاجات كتير جدا، يعني ممكن يكون اكتر من كده بكتير. يعني المالوير بقى، المالوير ديت فيها حاجات كتير قوي. المالوير ديت فيها فيروسز وتروجن هورسز، وفيها انواع تانية برضو كتير. يعني ايه الفيروس؟ الفيروس ده عبارة عن ايه؟ يعني الفيروس ده اساسا هو عبارة عن زي كود كده او سكريبت بيتحط عندك على الجهاز بتاعك عن طريق بقى ايه فايل او معين، او انت نزلته عن طريق مثلا النت، مثلا نزلت ملف هتلاقي فيه فيروس معين. ايه اللي بقى بيحصل؟ الملف ده او الفيروس ده لو انت عملت عليه كليك هيحصل ايه؟ ممكن يعمل لك التريشن وكوربشن لكل الفايلز الموجوده عندك، اللي موجوده عندك في الدرايف، ممكن يمسح لك اصلا كل الملفات الموجوده عندك في الدرايف، يعني السكريبت موجود جواه ان انت تمسح لك كل الملفات الموجوده عنده. ممكن يسبب بوتنج ايشوز، يعني ممكن تيجي تعمل تفتح الجهاز تلاقي ما بيفتحش معاك، ففي الحاله ديت ممكن تضطر ان انت تسطب نسخه جديده. بيكابشر اند سند سنسيتيف انفورميشن تو ثريت اكتورز، بيبقى شغال كده في الباك جراوند، اي حاجه انت بتعملها بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها مونيتورنج، فبياخد البيانات اللي انت بتكتبها وايه ويبعتها للثريت. ممكن ياكسس الميل بتاعك اكونت لان انت عمال تكتب الباسورد، وهو اصلا بيمونيتور على كل الكيبورد وكل الحاجات اللي انت بتعملها. ممكن يظل خامل لحد ما انت ايه تكليك عليه، لو انت عملت كليك عليه ايه ممكن ايه يشتغل معاك ويعمل لك المشاكل دي كلها. طيب دي خصائص خاصه بالايه بالفيروس يعني. طيب المودرن فيروسز are developed for specific intent، يعني في بقى ايه انواع مختلفه من الفيروسز كده معموله اصلا عشان تعمل حاجات معينه، تعمل مشاكل معينه. زي ايه مثلا؟ في فيروس خاص بالبوت سيكتور فيروس، ده خاص بمين بقى؟ ده خاص ان هو يبوظ لك الهارد بتاعك، ان هو يعمل لك باد سيكتور على الهارد او فايل بارتيشن تيبل، او ياثر لك على الفايل سيستم بتاعك، فطبعا لو اثر على الفايل سيستم انت مش هتعرف تعمل سيرش على اي حاجه على الجهاز خالص. في نوع تاني من الفيروسز اسمه الفيرموير، وده بيأتاكس بقى الديفايس فيرموير اللي هي البرامج الثابته اللي موجوده عندك على الجهاز. في برامج ثابته زي مثلا زي نوت باد مثلا زي الوورد، حاجات يعني لو هي ثابته عندك يعني.
زي البرامج الاساسيه خالص اللي هي موجوده عندك على الجهاز، المتجر بتاعك ما تلاقيه ما بيشتغلش خلاص، الحاجات دي. في نوع تاني اسمه الماكرو فيروس. ايه الماكرو فيروس ده؟ اللي هو انت عندك في الوورد كده في خاصيه كده اسمها ماكرو، تسمع عنها؟ في خاصيه كده ممكن تكتب فيها سكريبت كود معين عشان ينفذ لك حاجه معينه في الوورد، ففي حد ممكن يدخل على السكريبت ده بتاع الماكرو ده يعمل يكتب سكريبت ضار فيبوظ لك الملف اللي انت ايه، كل ما تيجي تشتغل على ملف تلاقيه ما بيتسيفش، تلاقيه ما بتعرفش تكتب فيه حاجه، فتلاقيه بوظ لك الملفات اللي انت ايه اللي انت شغال على اصلا في الوورد، ماشي؟ ولو فتحت اي ملف عندك في الوورد ممكن يبوظ لك الملف ده. طيب في بقى حاجات خاصه برضو بالبروجرام فيروسز ديت، حاجات بقى بتدخل جوه حاجات تانية، يعني تلاقي برنامج داخل جوه برنامج تاني، تيجي تشغل برنامج رئيسي تلاقي شغال معاه ايه فيروس، جهاز بيهنج تلاقي يجيب لك بقى شاشه كده ويقعد يلود، تلاقي مثلا الجهاز فصل تيجي تيده تاني يبدا يفصل تاني، فدي المشكله اللي بتحصل عندنا. في حاجات بقى خاصه بالسكريبت فيروسز، بتكون حاجات خاصه بحاجات معينه، كل سكريبت بيعمل حاجه معينه عندي على ايه، على الاوبريتنج سيستم، عاوز يبوظ مثلا فايل سيستم، عاوز يبوظ البي دي اف فايلز، عاوز يبوظ الفايل الوورد فايلز وهكذا. طيب الفيروسز اند تروجن هورسز، انواع التروجن هورسز، يعني ايه كلمه تروجن هورس اصلا؟ كلمة تروجن هورس ديت اللي هو حصان طروادة. ايه حصان طروادة ده؟ اللي هو كان حاجة مشهورة أوي كده زمان يعني، ففي واحد بعته حصان كهدية لقبيلة تانية، فطبعا أول ما جه الحصان ده دخل عندهم فطلع منها جنود وبدأ إيه يحاربوا الناس اللي إيه الموجودة دي. فاللي باين قدامك حاجة حلوة لكن الباطن إيه حاجة وحشة، فده اللي بيحصل أو ده بالظبط المعنى بتاع تروجن هورسز. في بقى حاجه زي في نوع انواع منه كتير بقى، حاجه زي ريموت اكسس اللي هو تروجن هورس انيبل انوثورايزد ريموت اكسس، طبعا انت دخلت في عقر الايه الوطن التاني ده، فانت كده وصلت لحاجه انت ما كنتش اصلا المفروض توصل لها. الحاجه اللي بعد كده داتا سيندنج اللي هو تروجن هورس بروفايد ذا ثريت اكتور ويز سنسيتيف داتا ساتش از باسورد، ان انا ممكن استغل الكلام ده في ايه، ان انا فاتح ابلكيشن وطلب مني باسورد معين والفيروس شغال معاك، فاي حاجه بتكتبها على الكيبورد بياخد ايه، بياخد اللي انت بتكتبه ده ويبعته للثريت، ماشي؟ في حاجه اسمها ديستركتيف اللي هو تروجن هورس كوربت اور ديليت فايلز، ممكن ان هو يمسح لك الملفات الموجوده ويبوظها لك. في حاجه اسمها بروكسي ان هو بيستخدم الفيكتيم كمبيوتر از ا سورس ديفايس تو لونش اتاكس اند بيرفورم اذر illegal اكتيفيتيز، يعني انا دلوقتي ايه انا هستخدم الجهاز التاني ده كانه جهاز صالح بالظبط، هيعمل مشاكل عنده مثلا في الشركه وتيجي المدير يقول لك ايه المشاكل اللي انت عملتها دي، وانت اصلا مش انت اللي عملت الكلام ده كله، ده في حد تاني تحكم في الجهاز بتاعك عن طريق الفيروس الموجود عندك اللي هو عن طريق البروكسي بقى. في حاجات خاصه بالاف تي بي اللي هو تروجن هورس انيبل ان اوثورايزد فايل ترانسفير سيرفيسز اون اني ديفايس، اللي هو نقل الملفات بطريقه خاطئه على الاجهزه. سكيورتي سوفت وير ديسيبلر اللي هو تروجن هورس ستوب انتي فايروس بروجرامز، دايما دي بتحصل لك على معظم الايه الاجهزه، تلاقي الاوبريتنج سيستم بتاعك مش راضي يشغل انتي فايروس خالص، حتى الانتي فايروس بتاع الجهاز نفسه، ليه؟ لان في فيروس موجود عندك قفل كل الايه الانتي فايروس دي، وقفلها ليه؟ ما هو لو هي شغاله هيعمل بلوك لاي حاجه، لكن لما هو يقفلها يقدر ان هو يتحكم في الجهاز بتاعه. اوكي؟ طيب الدنايل اوف سيرفيس طبعا عارفينه اللي هو بيسلو او هالت نتورك اكتيفيتي. حاجه اسمها الكيلوجر ده اللي هو زي الكريدت كارد نمبرز بقى، اللي هو حد بيحاول ان هو يستيل الكونفيدنشال انفورميشن بتاعه الكريدت كارد بتاعتك او الديبت كارد او اي حاجه انت بتعملها ريكوردنج على ويب فورم مثلا. طيب other types of malware، حاجات بقى يعني ايه خاصه بالتجسس بقى وتسلل ورانسام وير اللي هي برامج الفديه والحاجات المشهوره قوي دي. فعندك مثلا الادوير ده برامج تجسس تستخدم طبعا عشان تتجسس عليك، طبعا الكلام ده بيظهر لكل الناس، تيجي تدخل على موقع معين تلاقي فيه بوب اب كده، بوب اب ويندو ظاهره، كل ما تعمل لها تقفلها تفتح لك تاني، كل ما تقفلها تفتح لك ايه تاني، دي مشاكل ايه، دي مشاكل تجسس، يعني دي مشكله من مشاكل التجسس على الموقع اللي انت شغال عليه، ماشي؟ الحاجه اللي بعد كده في عندك حاجه اسمها رانسوم وير، دي برامج الفديه اعتقد ان انتوا عارفينه، اللي هو حد كده يدخل على السيستم بتاعك وتلاقيه قافل لك كل حاجه على السيستم وكاتب لك رساله ادفع كذا عشان ايه ارجع لك كل حاجه، مهما تعمل مش ايه مش هترجع الكلام ده كله الا لما تمسح كل حاجه اصلا، لو انت عندك بقى سنسيتيف انفورميشن ممكن تدفع وممكن برضه ما ايه ما يرجعلكش السيستم تاني، فهتدفع فلوس وما يرجعلكش حاجه برضه. طيب الروت كيت، الروت كيت ده يعني في حد بقى بيحاول ان هو يالتر الفاير وول عشان يوصل الى الحساب الكمبيوتر بتاعك،
عشان يقدر طبعا يتحكم في الجهاز بتاعك، ان هو بقى ممكن يداونلود ملفات من عندك، يابلود في ملفات عندك، ينستول سوفت وير عندك اصلا. فدي مشاكل طبعا بتاثر على السيستم بتاعك. في حاجات خاصه بالسباي وير، ده برامج تسلل، هي شبه شويه التجسس، بس بتجذر انفورميشن اباوت ذا يوزر اند سند ذا ثريت. لما بتحصل على الميلاد دي بتبعتها الى ثريت، يعني كانك مشغل ويب سايت دلوقتي وعملت براوز، فهو بياخد كل المعلومات اللي انت بتبراوز بيها دي، انت بتدور على ايه دلوقتي، ماشي. وده على فكره موجود في الفيسبوك، او موجود في جميع الويب سايتس اللي انت بتشتغل عليها. انت بتيجي تسيرش على حاجه معينه جوه ويب سايتس، تيجي تفتح الفيسبوك تلاقي الحاجه اللي انت بتسيرش عليها موجوده قدامك حتى لو انت ما اتكلمتش، ماشي. فدي تجسس، دي حاجات تسلل وتجسس عليك. لو انت اتكلمت هيزيد الكلام ده، هيزيد الحاجات المظهوره اللي ظاهره قدامك دي. فدي حاجات اصلا موجوده في السوشيال ميديا عموما، ماشي. هدفهم طبعا ماركتنج، لان الهدف كله فلوس، في الهدف في الاخر كله ايه، ماركتنج. الوورد عباره عن سيلف ريبليكيتنج بروجرام، ده بقى برنامج رخم جدا. تلاقيه ان هو عمال ايه، دخل عندك على السيستم بتاعك، قعد يمسك الملفات ويعمل فيها كابي بيست كابي بيست كابي بيست. فطبعا هتلاقي ان الهارد بتاعك شغال، هتلاقي ان السي بي يو بتاعك عمال يصوت، فهتلاقي الجهاز عمال يعلي في صوته، وفجاه كده تلاقي الجهاز ايه، تلاقي الجهاز وقف وما قدرش انت تعمل اي حاجه خالص، لان هيستهلك طبعا الرام، وهيستهلك الديسك، وهيستهلك كل حاجه، ماشي. دي مشاكل مين؟ مشاكل الوورد. الكومون نتورك اتاكس، في حاجه اسمها ريكونيسنس اتاكس، هجمات الاستطلاع، ان في حد كده بيحاول يبيرفورم ان انفورميشن كويري اوف تارجت، يعني الثريت اكتور ده بيحاول ان هو ياخد المعلومات الخاصه بيك انت كشخص. في تولز بتستخدم في حاجه زي كده، اللي هو including جوجل سيرش اورجانيزيشن ويب سايت هو از، الحاجات دي كلها ان انا ممكن ايه اكتب فيها كويريز معينه، ماشي. بس الكويريز انت بتكتبها دي كلها بتتخزن عندهم على فكره، وبيتعمل بيها شغل بعد كده في الماشين ليرنينج مثلا، عشان يعرفوا الناس دي كلها بتسيرش على ايه، وكل ده بيتخزن على بيتخزن على سيرفر. فكل المعلومات دي موجوده عند الايه، ويب سايتس، وموجوده عند جوجل، وموجوده عند الشركات اللي انا بدخلها كلها. في حاجه بعد كده اسمها انيشيت بينج سويب اوف ذا تارجت نتورك، ده عباره عن بينج كده، انا لو انا عملت بينج لجهاز معين المفروض يرد عليا بايه، بالاي بي، المفروض يرد عليا بالماك ادرس بتاعه، ماشي. والاي بي اللي هو ويتش اي بي ادرس اكتف، يعني انا مثلا عندي مجموعه اجهزه عاوز اعرف مين الاكتف اي بيز الموجود، او مين الاكتف نتورك، او مين اصل الاكتف كمبيوتر الموجود. فانا لما اجي ابعت بينج اللي اكتف هو يرد عليا، فلما يرد عليا اعرف الاي بي بتاعه، اعرف الماك ادرس بتاعه، خلاص يبقى انا كده عرفته، ممكن انا ايه اهاجمه. ده من ضمن الهجمات اللي الاستطلاع. طيب ممكن حد ايه يهاجم سيستم عن طريق البورت، بتاعه، او عن طريق بقى الفولنربيلتيز اللي هي ديتيرمن ذا تايب اند فيرجن اوف ذا ابلكيشن، يعني اعرف الناس دي بتشتغل على اوبريتنج سيستم نوعه ايه، الابلكيشن اللي هو بيشتغل عليه نوعه ايه، ماشي. ايه هي اصلا الابلكيشنز اللي شغاله عنده على جهاز، عن طريق بقى التولز دي اللي هو الكور امباكت والناس والنيسز والسنت والاوبن ايه فاس. في حاجه اسمها الاكسبلويتيشن تولز، زي التول كيت بقى، والنت سباركر، والاس كيو ال ماب، والكور امباكت. دي حاجات خاصه بايه، بهجمات الاستطلاع، يعني بنشوف المعلومات، بنديسكفر الفانربل سيرفيسز الموجوده على الاجهزه من خلال التولز دي. طيب الاكسس اتاكس، طبعا في حاجه اسمها الباسورد اتاكس احنا عارفينها، اللي هو حد بيحاول ان يكراك الباسورد بتاعك عشان يوصل الى الباسورد الحقيقي. في حاجه اسمها السبوفينج اتاكس، اللي هو الانتحال الشخصيه بقى، ممكن حد ينتحل شخصيتك عن طريق الاي بي، هو يعمل اي بي زيك بالظبط، ممكن حد يعمل ماك زيك بالظبط ويتعامل مع الناس كانه انت، او الدي اتش سي بي سبوفينج، اللي هو حد ممكن يعمل يكون عنده هو دي اتش سي بي كده، ويعمل حاجه اسمها سبوفنج. يعني ايه؟ يعني هو كانه هو الدي اتش اس بي الحقيقي، فلما حد يجي يطلب اي بي يطلب منه هو، فطلبه منه هو، فياخد اي بي من ايه، من الدي اتش اس بي سيرفر بتاعه هو. فطبعا بعد كده انت اي حاجه تبعتها، اي حاجه تستقبلها، هتروح لمين؟ هتروح للسريت الاول، ماشي. طيب دلوقتي بنتكلم عن السوشيال انجينيرنج اتاكس، ايه هي الاتاكس اللي هي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا؟ هتلاقي في حاجه اسمها البريتكسنج، اللي هي ايه يعني، اللي هي دي تلاقي في واحد كده ايه، عشان تعمل سيرفيس معينه تلاقي بيطلب منك تدخل باسورد وانت بس على فيسبوك،
تقول لك دخل الباسورد عشان تأكد العملية دي، ماشي؟ طبعا الباسورد انت هتدخله ده بتاع مين؟ بتاع الفيسبوك بتاعك انت، ماشي؟ فبيدعي ان انت عاوز منك الباسورد عشان تأكد عملية معينة، بس هو مش ده ايه؟ ده مش ده الطبيعي، لان ده بيكون ثريد عامل حاجة معينة، عامل سكريبت معين شغال على الفيسبوك بتاعك. فلو انت كتبت الباسورد ده هياخده طبعا، وده طبعا ايه؟ ده ستيل الباسورد بتاعك. الحاجة اللي بعد كده مثلا حاجة اسمها فيشنج. الفيشنج ده اللي هو بيسند ايميل كده، يبعت لك ايميل وكأن الايميل ده جاي من تراست سورس، فانت مطمن، فتيجي تدخل على الايميل تلاقي نفسك دخلت في ايه؟ في دوامة بقى، اللي هو بقى ايه، حد بعت لك يو ار ال ميليشس فدخلت عليه. فطبعا اول ما تدخل عليه هيشغل لك بقى ايه؟ المشاكل بتاعة الورمز بقى على الصفحة اللي انت فتحتها دي. في حاجة اسمها السبير فيشنج، دي بتكون حاجات خاصة بالاورجانيزيشن، اللي هو a threat actor create a targeted phishing attack tailored for a specific individual or organization. عاوز طبعا يعني في حد معين كده في الشركة عاوز يستيل منه الانفورميشن او اورجانيزيشن معينة. السبام ديت عبارة عن harmful links تبقى موجودة عندك في الايميل دايما، والايميل بيعمل لها كلاسيفيكيشن كده ويحطها في حاجة اسمها الجانك ايه؟ الجانك ميلز. something for something يعني عشان اخد منك، عشان تديني اديك سيرفيس هاخد منك حاجة، ماشي؟ فطبعا ده لما يكون الثريد بيريكوست بيرسونال انفورميشن، ياخد منك معلومات اصلا شخصيه عشان تاخد انت جيفت مثلا، حاجه كده عامله زي ال، اكيد بتشوفها في الالعاب، تيجي تلعب مثلا لعبه معينه يقول لك ايه، اديني المعلومات بتاعتك عشان اديك جيفت مثلا بايه، ب 50 مش عارف جولدن برايس حاجه زي كده. فخد طبعا طالما خد المعلومات بتاعتك خلاص هيديك الايه، هيديك الجائزه اللي انت عاوزها. في حاجه اسمها البيتنج، اللي هو ثريد اكتور ليفز ا مالوير انفكتد فلاش درايف ان بابليك لوكيشن. واحد كده ايه، تلاقيه جاب فلاشه، الفلاشه ديت فيها مشاكل، فيها فيروس، يقوم رميها في الشارع، واي حد ماشي في الشارع بقى يقوم شايف الفلاشه، اه ده انا شفت لقيت فلاشه اهو، يجي يحط الفلاشه ديت في الجهاز بتاعه ويجي يفتحها تلاقي كل الايه، الفيروس كلها شغاله، يبدا يسرق منه المعلومات، يبدا يبتز، ويبدا يعمل لك برامج الفديه، كل ده ممكن يحصل. في حاجه اسمها الامبرسونيشن، اللي هو انتحال الشخصيه. طبعا انتحال الشخصيه ده بيتم عن طريق بقى ان هو ينتحل شخصيتك، ان هو اصلا بيجين الاكسس الخاص بيك انت، فبيتعامل كانه انت بالظبط. في حاجه اسمها التيل جيتنج، اللي هو حد كده عاوز، اقول لك مثال مشهور قوي، حد عاوز يدخل المترو وما معهوش تذكره المترو، فايه اللي بيحصل؟ تلاقيه دخل ورا واحد لسه واخد تذكره، فيعدي من ورا على طول قبل ما الايه بوابه تقفل، فكده بيدخل في المكان اللي هو ايه، مش مرخص ان هو يدخل فيه، بس دخل عشان هو تتبع شخص تاني، حاجه كده شبه دي، ماشي؟ او اللي احنا بنستخدمها، او الشرطه زي ما بتستخدم حاجه زي كده، اللي هو بقى ايه، يقول لك راقبه، اللي هو يعني انا بشوف الشخص ده بشك فيه فبنراقبه عشان نعرف هو راح فين. فطبعا الايه اللي بيراقبه ده بيوصل للمكان التاني، وطبعا لازم اوصل له عن طريق شخص اخر يعني. طيب في حاجه تانيه اسمها شولدر سيرفنج، اللي هو نظهر بخلسه عشان اخد منك الايه، الباسورد اللي انت بتكتبه. في حاجه اسمها الدمبستر دايفنج، اللي هو الناس بتفتح صناديق الكمامه كده عشان تقعد تدور على اي حاجه، تدور على مستندات، اي ورق، اي حاجه ممكن ايه تخص اشخاص تانية. طيب فالانواع بتاع السوشيال انجينيرنج ده كتير يعني، مش صغيره. طبعا الدنايل اوف سيرفيس والديستريبيوتد دنايل اوف سيرفيس، ايه اسبابها اصلا؟ ان بيحصل حاجه اسمها ويلمنج كوانتيتي اوف ترافيك وميلي شاسي فورماتد باكيتس، اللي هو بقى ايه، كل ما بتزود الريكوست على موقع معين فبيحصل حاجه اسمها دينايل اوف سيرفيس. وطبعا الدينايل اوف سيرفيس هو سيميلر للدينايل اوف سيرفيس اتاك، اللي هو الدي دي او اس، بات ات اوريجينيتس فروم مالتيبل كوردينيتد سورسز. يعني تلاقي في ناس كتير جدا ودول كتير جدا هدفها ان هي توقع حاجه معينه، ماشي؟ مش فئه معينه بقى، مش طلبه مثلا بيدوروا على النتيجه، لا، تلاقي في حاجات تانية مخالفه. الطلبه انت عندك في البيت تلاقي انت عمال تطلع، داخل عاوز تطلع النتيجه، وابوك عاوز يطلع نفس النتيجه، ووالدتك عاوز تطلع نفس النتيجه، واخواتك وعماتك وخالاتك وكل قرايبك داخلين عشان ايه؟ عشان يشوفوا النتيجه بتاعتك كام، عشان يقول لك يلا يا ابو كحك. هو ده الهدف ايه بتاعه. يبقى واحد بس عاوز يجيب النتيجه، تلاقي في 20000 واحد داخل عاوز يجيب النتيجه بتاعته. فطبعا دي مشكله، دي مشكلة كبيرة. أنا عندي 700 750 ألف طالب السنة دي، المفروض هم اللي يدخلوا، بس لا، داخل 7 مليون وشوية عشان يجيبوا الإيه؟ عشان يجيبوا النتائج. فطبعا دي مشكلة، كله بقى بيحصل في ساعة واحدة بقى،
يا بتيجي الساعة 11 بالليل ولا الساعة 12 بالليل، عاوزين كلهم يدخلوا يجيبوا النتيجة مرة واحدة، ماشي، بدل 700,000 يدخلوا 7 مليون. طب 7 مليون مرة واحدة كده ريكوست على السيرفر، طبعا السيرفر مش هيجاوب معاك حاجة. طيب بعد كده بقى في بوينت اسمها 3.3، بتتكلم عن حاجة اسمها الاي بي فولنربيلتيز اند ثريتس، اللي هو ازاي بقى، ايه بقى المشاكل بتاعة الاي بي اصلا. حاجة اسمها الاي سي بي بي اتاكس، الاي سي بي بي اتاكس دي اللي هو البنج، حد بيعمل بنج عليك عشان انت ترد عليه، فلما ترد عليه طبعا هترد عليه باكنولجمنت، فتبعت له ايه، بيانات خاصه بيك، وطبعا هيخزن الكلام ده عنده. في حاجه اسمها امبليفيكيشن اند ريفليكشن اتاكس، اللي هو بريفنت ليجيتيميت يوزرز عشان تاكسس الانفورميشن بتاعته، يعني بتمنع اللي هو صاحب اصلا الجهاز ان هو ياكسس الجهاز بتاعه، فدي عباره عن اتاكس خاصه بالاي بي. حاجه اسمها الادرس سبوفنج اتاكس، اللي هو انتحال بقى شخصيه الاي بي نفسه، انت بتعمل اي بي شبه الاي بي الرئيسي بالظبط، المان ان ذا ميدل حد موجود في النص ما بينك وما بينه. السيشن هاي جاكينج اللي هو اختطاف الجلسات، اللي هو حد كده انت دخلت تعمل جلسه مثلا على سيشن على موقع معين، الموقع ده بفلوس، حد ممكن يختلس منك السيشن دي، لو خد منك السيشن دي يبقى كانه هو اللي داخل بالظبط على السيستم، وانت طبعا مش هتعرف تدخل لان انت اللي دافع الفلوس، والسيشن دي بتتعمل مره واحده بس، يعني شخص واحد بس، ما ينفعش شخصين يدخلوا مره واحده على ايه؟ على سيشن. زي النتورك اكاديمي كده، هو انت عندك سيشن ما ينفعش تدخل على من اكتر من جهاز في نفس الوقت، هو جهاز واحد تدخل ايه؟ تدخل عليه. طيب الاي سي ام بي اتاكس اللي هو الاي سي ام بي ايكو ريكويست اند ايكو ريبلاي، ده اللي بيحصل فيها مشاكل اصلا. حته بقى اللي انت لو حد بوظ لك الدنيا بتاعت الاي سي ام بي ده، هيحصل لك انريتشابل، مش هتقدر توصل الى الجهاز التاني. هيحصل حاجه اسمها الماسك ريبلاي، ذيز يوزد تو ماب ان انترنال اي بي نتورك، اللي هو بقى بيعمل مونيتورنج على الاي بي نتورك. الاي سي ام بي ريدايركت، حد كده هيعمل لك اغراء كده بتارجت هوست معين عشان يدخل في وسط الترانسميشن ما بينك وبين السندر والريسيفر. وراوتر ديسكفري، حد كده بيحاول ان هو يديسكفر راوتنج تيبل بتاعك عشان يعرف اصلا انت متوصل بمين وعاوز تبعت رسائل لمين. طبعا دي كلها مشاكل خاصه بالايه؟ بالنتورك. طيب اتكلمنا عن الامبليفيكيشن والادرس سبوفينج اتاكس. في حاجه اسمها نون بلايند سبوفنج وبلايند سبوفنج. نون بلايند سبوفنج اللي هو كان سي ذا ترافيك، حد يقدر يشوف الترافيك ما بينك وبين السندر الايه والريسيفر، يعني لو هو عمل سبوفنج اصلا يقدر يشوف الايه الترافيك. في نوع تاني اسمه بلايند سبوفنج اللي هو كان نوت سي ذا ترافيك، ماشي، بس انا قدرت ان انا ايه، قدرت ان انا اتواصل مع الريسبشن، او قدرت ان انا اتواصل مع الشخص التاني، بس انا مش بشوف الترافيك نفسه يعني. ففي نوع بلايند وفي نوع ايه نون بلايند. التي سي بي واليو دي بي، المشاكل بتاعت التي سي بي واليو دي بي، اصلا التي سي بي هو استابليشد نتورك، بيحقق الانتجريتي، بيحقق كل الشروط، ماشي، بس حد ممكن ايه، ممكن يهاك الكلام ده، ماشي، اللي هو اصلا هنا بيكلمك التي سي بي اساسا بيقدم لك ايه، اللي هو ريلايبل دليفري، بيقدم لك فلو كنترول، ستيتفول كوميونيكيشن، ده الكلام ده اتكلمنا فيه تقريبا في سمستر واحد، اللي هو التي سي بي، الفرق بين التي سي بي واليو دي بي. والتي سي بي اصلا سيرفيس بيتم ازاي، اللي هو بيعمل سينكرونايزيشن، بعد كده انت بترد عليه بالاكنولجمنت، بعد كده يبعت لك تاني عشان يكمل لك الباكتس اللي انت ايه اللي انت عاوزها. طيب الحاله بقى، المشاكل اللي بتحصل في التي سي بي اتاكس بقى، ان ممكن الشخص الثريت اكتور ده يسند مالتيبل سينك او سينكرونايزيشن ريكوست للويب سيرفر، فالويب سيرفر لما بيجي يرد على كل الريبلايز دي كلها، ماشي، فبياخد وقت عبال ما يرد على كل الريبلايز ديت مره واحده، فتيجي انت كفاليد يوزر تيجي تعمل ريكوست للسيرفر، فالسيرفر ما يردش عليك. دي مشاكل مين؟ التي سي بي. يعني دلوقتي الهاكر اهو بدل ما يعمل سينكرونايزيشن او بيعمل ريكوست واحده بس، هيعمل مالتيبل ريكوست، يبعت ريكوست كتير جدا للسيرفر، فالسيرفر طبعا عشان يهندل الكلام ده كله ويجي يرد عليه، تيجي انت كفاليد تيجي تبعت له ريكوست، ما يقدرش ايه ان هو يرد عليك، لانه لسه عمال يرد على مين؟ على الشخص التاني، عمال يهندل كل الحاجات اللي هي الموجوده في الشخص التاني. دي المشاكل بتاعت ايه؟ اسمها تي سي بي سينكرونايزيشن فلود اتاك، ماشي؟ ممكن يترمينيت السيشن اصلا، يعني ممكن يترمينيت السيشن ما بينك وما بين السيرفر، فانت ما تقدرش توصل برضه للسيرفر، ماشي، عن طريق ان هو بيبعت حاجه اسمها الفاين. كلمه فاين دي معناها ان انت نهيت الايه، نهيت ارسال الباكتس، فلو عمل ريكوست بفاين، يعني لو قال للسيرفر ابعت لي فاين، خلاص لو بعت لك فاين كده قفل الايه السيشن، فانت لما تيجي تتعامل ما تقدرش ايه، ما تقدرش توصل للكلام ده. دي مشاكل كلها خاصه بالتي سي بي والايه بالنسبه بقى لليو دي بي، ما عندوش سكيورتي اصلا، ما عندوش الايه الفكره بتاعت السكيورتي دي، فطبعا هو معرض ان انت تبقى نقطه ضعف بالنسبه له،
يقدر ان هو يستغل لك بقى بايه بانواع كتير، حاجه اسمها اليو دي بي فلاد اتاكس، ان هو يبدا يبعت لك بقى ايه تولز كده بتسند فلاد اوف يو دي بي باكتس ماشي اوف انفورم سبوف تو هوست اور تو ا سيرفر اون ذا سبنت. طبعا طالما مفيش سكيورتي مفيش اي حاجه، يقدر ان هو يبعت لك هجمات كتير جدا فيوقعك، يعمل لك هيدك عندك كده. طيب الاي بي سيرفيسز، عندك الارب فانربيليتيز، عارفين يعني ايه الارب؟ الارب ريكويست، ببعته ليه؟ عشان اخد الماك ادرس صح؟ طيب برضه نفس الكلام هنا، ممكن يبعت لك حاجه اسمها الجراتيتيوس ارب، يعني انت ممكن تبعت ارب ريكويست، ممكن السرير ده يبعت ارب ريكويست فالتاني يرد عليه بالماك، خلاص عارف الماك بتاعك ماشي؟ طيب ممكن السريت ده لما يجي يرد عليك، ممكن يكون السريت هو في الناحيه الثانيه برضه، ممكن لما يجي يرد عليك عشان تخزن عنده، تخزن الماك ادرس، ممكن يبعت لك ماك ادرس اصلا خاص بالسريت نفسه، يعني بدل ما تاخد الماك ادرس بتاع الجهاز اللي انت عاوز تكونكت عليه، لا هيبعت الماك ادرس بتاع السريت نفسه، فلما تيجي تخزن الماك ادرس بتاع السريت نفسه عندك، لما تيجي تبعت انت بقى رساله للجهاز الثاني، لا هتتبعت لمين؟ هتتبعت للسريت نفسه. فدي المشاكل بتاعت مين؟ بتاعت الار. وحاجه بقى اسمها الارب كاش بويزنينج، طالما انت بوظت كل الارب تيبل، حطيت فيه حاجات خاصه بالسريت كده، بحصل له تسمم، ما بقاش ارب تيبل طبيعي، بقى ايه، بقى فيه مشاكل كتير. طيب دي المشاكل بتاعت الايه، مشاكل بعد كده خاصه بالدي ان اس اتاكس، يعني حد ممكن يستغل الدومين نيم سيستم. طبعا الدومين نيم سيستم ده بيعمل ايه؟ بيماب ها الاي بي لايه، للنيم اللي هو الدومين نيم، فممكن حد يعمل اتاكس على الدي ان اس ويضيف عنده، يضيف في الدي ان اس ده اي بيز، ويضيف عنده ايه، يضيف كمان الدومين نيمز، لما حد بقى يجي ريكويست حاجه معينه ماشي، يعمل له ماب على اي بي خاص بيه هو، فيدخله على موقع خاص بالسريت نفسه ماشي، كده دخل خلاص في المصيده ماشي. دي مشاكل خاصه بالدي ان اس اتاكس. طيب الدي ان اس اتاكس بقى فيها انواع مختلفه برضه، زي حاجه زي اسمها الفاست فلكس والدبل اي بي فلكس والدومين جنريشن الجوريزم. بالنسبه للفاست فلكس ده بيهايد ذير فيشنج اند مالوير دليفري سايتس بيهايد ا كويكلي تشينجينج نتورك اوف اي كومبرايز دي ان اس اي هوستس، يعني هو عباره عن تكنيك كده بيحاول ان هو يهايد الفيشنج والمالوير، الحاجات اللي هو عاوز يعملها دي بيحطها جوه الدومين نيم سيستم نفسه، فاي حد يجي يسيرش على الدومين نيم سيستم فطبعا بيدخله على مواقع مشبوهه، دي بتبقى موجوده في حاجه اسمها الفاست فلاسك. الدبل اي بي فلاسك ده الهوست نيم، تشينج الهوست نيم، يعني ممكن يغير لك في الدومين سيستم نفسه، يغير لك هوست نيم موجود ويحط لك اي بي خاص بيه هو ماشي، فلما تيجي انت تطلب اي بي بدل ما يدخلك على الموقع الرئيسي اللي اسمه فيسبوك، لا يدخلك على موقع خاص بالايه، بالسريت نفسه. دي بقى طبعا مشاكل بتعمل يعني نتيجه المابنج بقى. والدومين جنريشن الجوريزم ده ممكن استخدمه عشان راندوملي جنريت دومين نيمز، يعني هيجنريت دومين نيمز بشكل راندوم، فهيعمل فلودنج لايه؟ للدي ان اس سيستم، هيملاه كله، هيملاه بقى بحاجات كلها ايه؟ حاجات كلها بايظه، كلها مش ايه؟ مش طبيعيه. ده الدي ان اس، المشاكل بتاع الدي ان اس. الدي اتش سي بي طبعا معروف ان في حد ممكن يستغل الدي اتش سي بي، ان انت ممكن تيجي تسيرش على اي بي معين، قصدي تريكويست اي بي معين، فيديك اي بي من ايه؟ من رنجات خاصه بالسريت نفسه. دي المشاكل اللي ممكن تحصل في الدي اتش سي بي. طيب نتورك سكيورتي بيست براكتس، بتعمل ايه بقى انت عشان ما تجيش الكلام ده كله؟ بتطبق الكونفيدنشاليتي، تطبق انتجريتي، تطبق افيلابيليتي. ايه هي الكونفيدنشاليتي؟ ده بتطبق ايه؟ يعني الهدف بتاع الكونفيدنشاليتي ان انا اضمن الاثورايزد يوزرز بس هم اللي يعملوا اكسس لكل الايه؟ السنسيتيف انفورميشن. الكلام ده بيتطلب ايه بقى؟ كريبتوغرافيك انكريبشن الجوريزم ساتش از الاي اس والدي اس والحاجات اللي هي خاصه بالسيمتريك الجوريزم والاسيمتريك الجوريزم، حاجات خاصه بالسكيورتي، اعتقد انت خدت سكيورتي صح؟ ففيها الحاجات اللي هي المختلفه دي. اطبق حاجه اسمها انتجريتي عشان اتاكد البيانات اللي انا بعتها هي نفس البيانات اللي عندي. اطبق حاجه اسمها افيلابيلتي، لازم اتاكد من الاوثرايزد يوزر ديت، لازم اتاكد فعلا ان هم شغالين، او اي سيرفيس انا بكونكت عليها لازم اتاكد ان هي شغاله عشان اعمل عليها ايه كونكت. بستخدم ايه بالكلام ده؟ ممكن استخدم الفي بي ان، ممكن استخدم حاجات خاصه بالادابتيف سكيورتي ابلاينس الفاير وول، يعني ممكن استخدم انتروجن بريفنشن سيستمز، ممكن استخدم حاجات خاصه بالايميل زي الاي اس اي والدبليو اس اي والتريبل اي سيرفر اوثنتيكيشن اوثورايزيشن والاكونتنج، كل دي حاجات خاصه بانكريبشن تكنيكس عشان تقوي السيستم بتاعك، منها بقى الفاير وولز، اعتقد الناس عارفه يعني ايه فاير وولز.
الاي بي اس اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم، اللي هي بتعمل بتشيك على البيهيفير بتاع اي حد بيحاول يكونكت عندك، فبيشوف الكلام ده صح ولا غلط. فعباره عن ايه؟ عباره عن الكلام ده عباره عن سنسور كده بيبقى موجود في وسط الشبكه، اي حد خارجي يجي يبعت باكت الكلام ده بيحصل له بيتشيك على البيهيفير بتاع الباكت دي. فلو حس ان في هنا ان الباكت المبعوثه دي مش هي الباكت مبعوثه من حد اوثورايزد، في الحاله دي بيعمل باكت ايه؟ يعمل لها دروب. ده اللي هو الاي انتروجن بريفنشن سيستم. ماشي؟ طيب الكرنت سكيورتي ديفايسز، في بقى حاجات كتير زي برضو السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، ده بيستخدم عشان مونيتور على الايميلات المبعوثه واشوف مين اللي صح ومين اللي مش صح. حاجات بس خاصه برضو بال دبليو اس اي، ده بيكون بيعمل بلاك ليستنج لليو ار ايلز اللي هي الميليشس، وبيعمل لها فلترنج ويعمل مال ويل سكاننج. الكريبتوغرافي هيبدا يكلمك هنا عن السيمتريك والاسيمتريك، فبيعيد نفس الكلام تاني. الداتا انتجريتي ممكن استخدم فيها الام دي 5 واستخدم الاس اتش اي اللي هو الهاش الجوريزمس عشان اتاكد ان البيانات اللي هي موجوده عند سندر ريسيفر هي نفسها. في حاجه اسمها الاوريجين اوثنتيكيشن اللي هو بيجارانتي ذات ذا مسج از نوت ا فورجري and doesn't come from whom it states، يعني بيتاكد ان المعلومات اللي جايه دي جايه منين ومن جايه من سورس موثوق فيه. الكونفيدنشاليتي لازم اتاكد ان اوثرايزد يوزر كان ريد ذا مسج، اللي هم الناس اللي هم اصحاب المسج اصلا او اللي هم اللي هيستقبلوا المسج دي، لازم اتاكد فعلا هم فعلا اللي هيستقبلوا المسج دي. اتاكد ازاي بقى؟ ان انا اعمل انكريبشن، ممكن اعمل انكريبشن سيمتريك او اسيمتريك. سيمتريك يعني بستخدم كي واحد في الانكريبشن والديكريبشن، اسيمتريك يعني بستخدم تو كيز، واحد بابليك واحد برايفت. ماشي؟ بابليك بشفر بيه والبابليك بايه بفك بيه. برايفت بابليك بشفر بيه والبرايفت بايه بفك بيه. طيب داتا نون ريبيوديشن، عدم انكار ملكيه البيانات، لازم اتاكد برضو ان السندر ما يقدرش ان هو ينكر ان هو فعلا اللي بعت البيانات دي ولا لا. عن طريق بقى حاجات كتير، يعني ممكن اسجل له، ممكن كاميرا، ممكن مونيتورنج على السيستم بتاعه. ماشي؟ عشان ما ينكرش الحاجات دي، يعني واحد مثلا عندي في الشركه موظف ام بعت بيانات لحد خارجي، فانا عاوز اعاقب الايه الموظف ده، فانا مش عاوز ينكر حاجه زي كده، فاعمل له ايه؟ اعمل مونيتور على الجهاز بتاعه. ماشي؟ طيب في الحاله دي انا بستخدم بقى ايه حاجات كتير. داتا انتجريتي احنا عرفناها خلاص، اللي هو بنستارت هاش ولازم اتاكد ان هو نفس الهاش اللي موجود في الناحيه التانيه، لو هو مش نفسه يبقى اكيد في التريشن حصل. الهاش فانكشنز بقى الانواع المختلفه اللي هي بتستخدمها في الانتجريتي زي الام دي 5 والاس اتش اي اللي هو الهاشنج الجوريزم والاس اتش اي 2. طيب ايه تاني؟ الداتا كونفيدنشاليتي بنستخدم فيها بقى الايه الانكريبشن تكنيكس زي دي اس وال3 دي اس والادفانسد انكريبشن اللي هو الاي اس، وبنستخدم ار اس اي والبي كي اي. الحاجات الانواع اللي فوق ديت هي سيمتريك الجوريزمز، والانواع التانيه ديت ايه اسيمتريك الجوريزمز. السيمتريك الجوريزمز بيقول لك انا بستخدم نفس الكي بري شيرد كي عند السندر والريسيفر، والسيمتريك انكريبشن فيها انواع منها مختلفه كتير زي دي اس و3 دي اس، كل واحد من ده بيكون ليه خصائص معينه. يعني بيقول لك ان دي اس ليه 64 بت اللي هو الكي نفسه بيكون 64 بت، وال3 دي اس بيريبيت الدي اس الجوريزم بروسيس 3 تايمز يعني قد اللي فوق ده 3 مرات. الاي اس بيستخدم ممكن يوصل ل 128 و192 ممكن يوصل ل 256 بت عشان يستخدم الكي اللي هو بيشفر بيها. في نوع تاني اسمه سيل، ماشي، ده فاستر الترناتيف يعني اسرع شويه من الانواع اللي فوق اللي هي دي اس و3 دي اس، بيستخدم 160 بت انكريبشن كي وبيستخدم سي بي يو اقل من الانواع اللي فوق. في نوع تاني اسمه رايفست سايفرز اللي هو الار سي، ده موست ريليفانت ان يوز يعني بيستخدم كتير جدا في النتورك عموما، والار اللي هو اشهر واحد فيهم اللي هو اسمه الار سي 4، ده عباره عن ستريم سايفر كده يوز تو سكيور ويب ترافيك، بنعمل سكيورنج للويب ترافيك اللي هي بقى موجوده في حاجه اسمها الاس اس ال والتي ال اس. ايه ال اس ال ده؟ السكيور سوكت ليرز وترانسبورت لير ايه سكيور. طيب الاسيمتريك الانكريبشن ان هي بتستخدم تو كيز، واحد للانكريبشن واحد للديكريبشن، زي مين؟ زي الاي كي اي، زي الاس اس ال، زي الاس اس اتش، زي البي جي بي، دي الانواع المشهوره قوي في الموضوع ده. انواع بقى ايه اخرى زي مثلا الجمال ده على فكره عالم مصري، هو اللي اخترع النوع بتاع الاسيمتريك انكريبشن تكنيك ده، بس هو في مشاكل شويه. يعني بيقول لك فيري بيج، يعني لما بتيجي تعمل انكريبشن لمسج معينه المسج لما بتعملها تشفير بتبقى ضعف المسج الاصليه، يعني السايز بتاعها بيبقى ضعف المسج ايه الاصليه. ماشي؟ فبيستخدموا الحاجات اللي هي سمول
السمول مسجز يعني. في نوع تاني اسمه الاليبتيكال كيرف تكنيكس، ده معتمد، ده بيقول لك ايه، كان بيوز تو ادابت ميني كريبتوجرافيك الجوريزمز، يعني ممكن ان انا اشتغل على الديفي هيلمان والجمال، يعني ممكن يدمجهم مع بعض كده عن طريق الاليبتيكال كيرف تكنيكس. المين ادفانتج بتاعته ان هو ممكن الكيس بتاعته تكون ماتش سيمولر، يعني تكون اقل شويه من الايه، من الكيس اللي بتستخدم في الجمال وفي الانواع اللي دي الكيس كلها اللي احنا بنستخدم. الجمال مثلا بيستخدم 512 ل 1024، الار سي اي ده بيستخدم 512 ل 2048. طبعا الار سي ده مشهور جدا، ماشي، ده عالم اسرائيلي، هو يعني الموجودين دولت اسرائيليين، اللي هو رايفست والشامير والايه والادي المان ده. طيب